Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va faire le marchandisage ou le merchandising. On va faire l'exercice. C'est un examen de fin de module de 2015-2016. Cet exercice fait des définitions ou pratique, fait un indice de sensibilité. Donc, on va faire un indice de sensibilité. On va voir la méthode pour qu'il s'utilise. Donc, on va commencer par la baraka. On a fait le cas juge des ateliers. Atelier l'oul fait définir les termes suivants. Atelier tani fait un tableau, il fait un indice de sensibilité. Ou trois dial les questions. Donc, on va commencer par atelier l'oul. On a définir les termes suivants. Atteignant gondole. Après, atteignant le facing. Après, marchandisage de gestion. Ou à quel terme il voit la démarque inconnue. Donc j'ai eu la correction. Gondole est un support de présentation des produits ayant une hauteur de 1,80 m et 5 étagères. En général, qu'est-ce qu'on 3 ou la 4 dial les étagères. Donc en général, c'est qu'on 5 maximum. Après, on a facing. Facing en anglais. Ou le terme en anglais. اي حاجه كتسالي بي ان جي راه بالانكلي. دونك فيسينغ هو لونغور دو لينيير اوكوبي بار ان برودوي كو لو كونسوماتور بو فيزواليزي. هاد الفيسينغ كتلقاوه حتى في البراتيك، يعني هو عنده اون ديفينيسيون يقدر يتحط في التيوري كو ميم طون ولا يقدر يتحط ليكم في براتيك. دونك القاعده ديال فيسينغ هي لونغور ديال ليتاجير على لونغور ديال لو برودوي. فيسينغ هي فيسينغ وصول. دونك فاش تسمعوا فيسينغ راه نفس الى عندكم قاعده مكتوبه فيسينغ وصول راه هي الفيسينغ. نفس الشيء بالنسبه للينير، كاينه لينير وصول وهي عاوتاني لينير. ابري عندنا مارشانديزاج دو جيستيون. Il consiste à implanter les produits sur la base d'éléments objectifs tels que l'attractivité, la productivité et la rentabilité. Ok, une autre définition, donc le marchandisage de gestion a pour objet d'optimiser les ventes par le choix de l'assortiment proposé à la clientèle, la répartition des lignières entre les différents produits et l'implantation des produits au sein du rayon. دونك هنا هادشي تيعني انه في مارشانديزاج دو جيستيون كنختارو تنختارو لا سورتيمون يعني اللي مطلوب يعني لي برودوي ولا لا برودكتيفيتي اللي هي مطلوبه من طرف لي كليون. ابري تنديرو لا ريبارتيسيون دو لينيير انتر لي ديفيرون برودوي ولا بلونطاسيون دي برودوي او سون دي رايون. يعني هادوك فاش كناخدو كنختارو لا سورتيمون يعني كيكونوا دي ديفيرون برودوي كي خصنا هادوك لي برودوي نقادوهم في لي لينيير. يعني شاك لينيير مثلا نخصوه لواحد لو برودوي لي مارك لي كاينين في هذاك لو برودوي داكشي يكون مقاد وي نحطوهم سي بون. دونك لا جيستيون هنايا سا فيدير لا جيستيون ديال لي برودوي. كنختارو لا سورتيمون لي مطلوب يعني لي غادي يبغيوه لي كليون ديالنا و تنقادوه في لي لينيير تنحطو لي ديفيرون مارك لي كاينين في لي لينيير صافي و تنقادو هذاك الشيء في الغايه. ابري عندنا لا ديمارك انكونو. لا ديمارك انكونو سا فادير داخله في لانفونتير. دونك لانفونتير شنو هو؟ هو داك العمليه الحسابيه اللي تنديروها في المغازن، يعني تنحسبوا كاع السلعه اللي هي كاينه في المغازن اللي كاينه يعني ريال داكوغ. هذا الشيء كيتنوطا كنكتبوا مثلا واحد المذكره كنكتبوا فيها كاع لي برودوي اللي هما عندنا. دونك ستوك ريال كاينه واحد الحاجه سميتها ستوك ريال. دونك قلنا ستوك تيوريك هو هذاك الشيء اللي تنوطيوه باللي كاين في لو ماغازان ماشي فاش كنجيو نديرو الكونترول. يعني افون لو كونترول تنكونوا يعني تكون عندنا مذكره لا كوموند اللي تنجيبو السلعه اللي كتباع. دونك في الوراق كيكون واحد لو شيفر، يعني لو شيفر هذاك لو شيفر شنو كيشرح لينا؟ كيقول لينا مثلا العدد ديال السلعه اللي هي عندنا في المغازه ياك.
دونك هنايا لو ستوك ابري لو ستوك ريال. ستوك ريال هو فاش كنجيو نكونتروليو هذاك ستوك تيوريك، يعني ديك السلعه اللي عندنا دوك الارقام واش هما نيت لي ريال ولا لا. داكشي علاش في الاول سميناه ستوك تيوريك، يعني غير مكتوب على الورق، والريال هو فاش كنجيو نديرو الكونترول. دونك هنايا شنو تنديرو؟ تنديرو ستوك تيوريك موان ستوك ريال باش تنعرفو لا ديمارك انكونو، يعني كنعرفو واحد النسبة ديال السلعة ولا يعني واحد لو نومبر، يعني على حساب تنعرفو هذيك النسبة فين مشات ولا ديك النسبة اللي ما كايناش. دونك ملي تنديرو ستوك تيوريك موان ستوك ريال كنعرفو هذيك النسبة ديال لي برودوي، هذيك هي لا ديمارك انكونو، يعني هذيك النسبة ما عارفينش حنا فين مشات. حنا حسبنا السلعه اللي نورمالمون خاصها تكون وكونترولينا واش هي اللي كاينه، الا خرجت لينا شي حاجه دونك هذاك الشيء اللي خرج دونك حنا ما عارفينوش فين مشى، يقدر يكون كاس يقدر يكون فولي، مهم حنا بغينا نعرفوا لا ديمارك انكونو السلعه اللي هي ما كايناش. دابا نمشيو لاتيليي 2، كاتبين لينا عندنا ان تابلو دي كيسيون. دونك هنايا دون اون غران سيرفاس لو شيف دو رايون بسكوتري اي كونفيسري اناليز لا رونتابيليتي دو 8 فاريتي دو جينواز parmi elle figure la bonne madeleine. دونك هنا عطانا في قالك دون اون غران سيرفاس لو شيف دو رايون عطانا هنايا بغا يدير واحد الاناليز ديال لا رونتابيليتي ديال 8 ديال لي فاريتي دو جينواز، يعني عطانا 8 ديال لي تيب ولا 8 ديال الانواع ديال الجينواز، بغا هو يبغى ياناليزي لا رونتابيليتي، يعني الربح فينا هو النوع ديال المادلين اللي كيجيب لنا الربح اللي كيتباع اكثر. دونك هادشي اللي بغا يقصد باناليز لا رونتابيليتي. وعطانا لي فاريتي سماهم لينا ا بي سي دي، ومن بينهم سما لينا واحد النوع ديال الجينواز اللي سميتو لا بون مادلين، وعطينا لينير ديفلوبي اون سنتيمتر، يعني هي لا سيرفاس اللي عاطي لشاك برودوي في اللينير. مثلا الجينواز الاولى الفاريتي الاولى اللي سميتها ا عطاها 90 سنتيمتر والثانيه 80 اكسيتيرا، يعني شاك برودوي عنده واحد اللينير هكا. ابري عطانا لا مارج اونيتير يعني ديال ان سول مادلين اون ديغا، مثلا الفاريتي الاولى ديال الجينواز 1.46 هذاك هو لا مارج اونيتير ديالها بالدرهم، ومطلوب منا طالبين منا هنايا في لا كيسيون الاولى كالكولي لانديس دو سونسيبيليتي على مارش، يعني لانديس دو سونسيبيليتي اللي عندنا في هاد لوكا غنحسبوه بلا مارج. بارفوا تيكون بلا كونتيتي فوندو، يعني كاينين دي زانديس اخرين. دونك اول حاجه غادي نخدمو لا بار دو لينير ديفلوبي ان بورسونتاج، غادي نخدموها بنفس الميثود ديال لا بار دو مارشي. كيف كتعرفوا تناخدو التوتال ديال لي برودوي كاملين ولا ديال لينير ديفلوبي كامل، وكنبقاو نقسمو. تناخدو مثلا ريفيرونس ا غادي نديرو 90 على 600 في 100، 600 هي التوتال ديال لينير ديفلوبي. دونك اول حاجه تنخدمو التوتال، تنبقاو نقسمو شاك ليني على التوتال فوا 100 باش تناخدو الريزلت اون بورسونتاج. دونك هكا غادي نخدمو لا بار دو لينير ديفلوبي، دونك 90 على 600 في 100 عطاتنا 15%. نفس الطريقه غادي نكملو بها لو طابلو كامل لي ريفيرونس كاملين. دونك في الاول عطاتنا 15%، البرودوي بي عطاتنا 13.33، برودوي سي 11.60 اي انسي دو سويت. ابري غادي نخدمو لا بار د لا مارج، يعني اون بورسونتاج حتى هي نفس الميثود، غادي نديرو لا بار ديال لا مارج هنايا. دونك غادي ناخدو لا مارج اونيتير على التوتال فوا 100، الريفيرونس ا عندنا 1.46 1.46 غادي نقسموها على 9.52 اللي هي التوتال فوا 100 غتعطينا لا بار د لا مارج اون بورسونتاج. داكوغ دونك ملي خدمنا لا بار د لينير ديفلوبي اون بورسونتاج و لا بار د لا مارج اون بورسونتاج، دابا غادي نخدمو انديس دو سونسيبيليتي. انديس دو سونسيبيليتي كيتخدم اون بورسونتاج، يعني تناخدو لو بورسونتاج ديال لا مارج ديفيزي بار لو بورسونتاج ديال لينير ديفلوبي، صافي كيف كنخدمو حيت ديجا هو اون بورسونتاج، يعني هنا غير كنقسمو ما كنضربوش في 100 حيت ديجا لي ريزلتون اون بورسونتاج. القاعده بغيتكم تحفظوها. حنا دابا في هاد لوكا كنخدمو على انديس دو سونسيبيليتي على مارش، كاينين دي زوتر كا، يعني دابا بحال الا غنزيدكم اكزيرسيس اخر كيتخدم بنفس الطريقه.
هنا قلنا عندنا لا مارج دي زو تروكا. كاين واحد لوكا تيحطو لك مثلا لو شيف دافير حتى هو كيتخدم بنفس الطريقه، تنحطو لا بار ديال لينير ديفلوبي وكنحطو لا بار ديال لو شيف دافير. وملي غادي نجيو لانديس دو سونسيبيليتي على مارج غادي نديرو هنايا في هاد لوكا درنا لا مارج ياك 15.35 قسمناها على 15%. في لو كا ديال لو شيف دافير تنديرو لو شيف دافير يعني لا بار ديال لو شيف دافير ديفيزي بار لا بار دو لينير ديفلوبي. دونك القاعده شنو تتقول؟ كتقول ان اننا تنقسموا هذاك لانديس دو سونسيبيليتي اللي عندنا سوا لا مارج سوا لو شيف دافير على لينير ديفلوبي بيان سور اون بورسونتاج. دونك في هاد لو كا قسمنا درنا 15.35% على 15% عطاتنا 1.022 وكملنا الطابلو بنفس الطريقه. بالنسبه للبرودوي بي حتى هو درنا 16.07 قسمناها على 13.33% عطاتنا 1.23. كملنا لو طابلو كامل. دونك هنا غتلاحظوا واحد الحاجه، ديجا قالوا لينا نعطيو لا ديسيزيون داكوغ، يعني واش نزيدو نأوغمونتيو هذاك لينيير ولا نقصوه. دونك حنا كيفاش غادي نعرفو واش غادي نزيدوه ولا غادي نقصوه؟ كيفاش غنعرفو نتاخدو لا بون ديسيزيون؟ هنايا الا شفتو في لي شيفر في انديس دو سونسيبيليتي عندنا في انديس الاول في الريفيرونس ا عندنا 1.022 وريفيرونس بي عاوتاني حتى هي 1 والسي عندنا 0 عاوتاني 0 هنا عندنا 1 هنايا 0 هنا 1 هنا 1. دونك الا شفتوا لي شيفر ما بين 0 و 1 دونك هنا باش نتاخذوا واحد لا ديسيزيون غادي نديروا ابارتير يعني ابتداء من 1 فاش يكون عندنا في انديس دو سونسيبيليتي 1 الفوق يعني ابارتير دو 1 غادي نكتبوا il faut augmenter le linéaire de référence. اش من ريفيرونس؟ مثلا في لين الاولى ريفيرونس ا يعني البرودوي ديال فاريتي دو جينواز اللي مسمينها ا. دونك هنا في هنا نورمالمون طابلو كبير دونك ما غاديش نقدروا نكتبوا اون فراز. سي فو فولي تقدروا تخليو تتساليو لو طابلو وديروا اون فراز، ديروا مثلا il faut augmenter le linéaire de référence ا، يعني غادي تحلوا قوس غتكتبوا ا وتكتبوا فيرغول. ابري الفيرغول شنو غتكتبوا؟ غتكتبوا لي زوتر برودوي اللي حتى هما فيهم هذاك لانديس طالع يعني ا بارتير دو 1 اي بلس. دونك غادي تجيو تكتبوا لا دوزيام فراز غتكتبوا il faut diminuer le linéaire de référence مثلا بي نو هنا بي عندنا طالع دونك هنا نديرو سي اللي فيه 0 ونديرو عاوتاني فيرغول نديرو دي حتى هو فيه 0 و او حتى هو فيه 0 صافي ونسدوا القوس. دونك يا ديروا هاد لي كومونتير هادو يا فلا ديسيزيون تكتبوا كيف ما انا كتبت. دونك انا هنا شنو درت في لا ديسيزيون ديال ريفيرونس ا؟ عندي واحد في لانديس دونك كتبت اوغمونتي ديك ا او جي ال سا فو دير اوغمونتي لو لينيير دو ريفيرونس ا. نكتبوا مثلا نديروا السهم بحال هكا بي عاوتاني انديس فيه واحد دونك هنا عاوتاني في لا ديسيزيون حتى هي غادي نديروا السهم هكا طالعه ولا كتبوا في حالي سي ديمينيي دونك السهم هابط دي حتى هي 0 بون مادلين لا فيها واحد دونك هنا اوغمونتي الف اوغمونتي لو لينيير دو ريفيرونس بون مادلين. بالنسبه ل عندنا 0 دونك ديمينيي اف عندنا اوغمونتي جي عندنا حتى هي اوغمونتي. دونك هذا هو لا ديسيزيون. يعني شنو كيعني هاد لا ديسيزيون؟ سا فو دير اننا تنعرفوا هذا لا مارج ديال لي برودوي. دونك هنايا انديس دو سونسيبيليتي كيمكننا اننا نديرو اناليز لا رونتابيليتي وشفنا هنايا شي عطانا واحد شي عطانا زيرو دونك هادوك اللي عطاونا واحد سا فو دير خصنا نزيدو منهم في لي لينيير يعني نزيدو نوفروهم اكثر حيت مطلوبين. لي زوتر ريفيرونس ولا لي زوتر برودوي عندنا فيهم زيرو يعني ما كيتمشاوش بزاف نكتبو تنديرو هنايا il faut diminuer le linéaire يعني كنقصوهم من لينيير. يعني كيف كتشوفوا مثلا فاش كيجيو دي برودوي جداد كيتيستيوهم راه نفس الشيء فاش كيتمشاو كيخليوهم فاش ما كيتمشاوش كيحيدوهم نفس الشيء. لي برودوي القدام اللي كانوا كيتمشاو كيزيدو منهم كيوفروهم اكثر الا ما كانوش كيتمشاو تينقصوهم. دابا بالنسبه للنوفو لينيير تيوريك يعني
بحال الا تنعطيو العبار الميزور اكزاكت ديال هذاك لينير اللي غادي نزيدو. دونك هنا كيفاش كنكالكوليوه؟ تنديرو ا فوا بي. ا سميتها ليكم هي لينير ديفلوبي اون سنتيمتر، و بي هي انديس دو سنسيبيليتي ا لا مارج. وعلى حساب تقدر تكون اون شيفر دافير، حنا في هاد لوكا تنخدمو على لا مارج. دونك هنا تنديرو ا في بي، يعني 90 سنتيمتر في البرودوي ا، يعني حنا دابا في البرودوي ا تنديرو مثلا قلنا 90 سنتيمتر ا في بي، بي هي 1.022، دونك عطاتنا 91.8. دونك هذا هو لو نوفو لينير تيوريك. دونك نفس الطريقه غادي نكملوا بها لو طابلو كامل. في الريفيرونس بي غادي نديرو 80، غادي نضربوها في 1.23 غتعطينا 98.4. غادي نكملوا الطابلو بنفس الطريقه، يعني لينيور ديفلوبي فوا لانديزي دو سونسيبيليتي، وغادي نكملوا الطابلو كامل. دونك هذا هو ليكزيرسيس، ثلاثه ديال لي كيسيون خدمناهم، دونك فينينا هنايا. دونك هو هذا لو كا اللي خدمنا حنا دابا ساليناه. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا. الى عجبكم لا فيديو ديروا لايك، وما تنساوش خليوا لي لي كومونتير ديالكم، اي حاجه خاصكم قادها ليكم. جيسبر تكونوا فهمتوا، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.